تحية لك يا شعب سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. تحية لك أيها الشعب اليمني العظيم أينما كنت. نحن صامد وصابر. نعم، عشرة أشهر ونحن في وجه العدوان. 17 دولة بما فيها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إضافة إلى العرب العاربة والعرب المستعربة الذين يقاتلون بالأجور لنظام آل سعود، يقاتلون بالأجرة ولا علاقة لميثاق جامعة الدول العربية ولا بالعمل القومي ولا شيء، إيجار مدفوع ثمنه. لماذا ما تسحبون قواتكم من أراضينا؟ لسنا أعداء معكم، لا في الخليج ولا في أفريقيا، لسنا أعداء، وليس لنا أي عداوة معكم على الإطلاق. أنتم تتاجرون بدماء أبناء الشعب العربي أيا كان من التحالف، أي تحالف، تحالف ضد من؟ ليش ما تحالفوا ضد إسرائيل؟ لماذا علاقاتكم بإسرائيل متميزة وعلاقتكم بالشعب اليمني أصل العرب وموطن العرب الأول سيئة؟ ليش؟ سؤال لكم وجه أيها الحكام العرب، أوجه إليكم هذه الكلمة، ما هو خلافكم مع الشعب اليمني؟ لا خلاف بيننا وبين السودان ولا مصر ولا الأردن ولا المغرب العربي ولا السنغال ولا منظمة التحرير الفلسطينية، ليس بيننا وبينكم خلاف، خلاف النظام السعودي مع الحركة العربية مع القومية العربية، مع مصر العروبة، مصر عبد الناصر، مع ليبيا، مع العراق، مع سوريا البطلة الصامدة في وجه العدوان، ما عندكم خلاف، مع اليمن لا يوجد حتى خلاف بيننا وبين النظام السعودي على الإطلاق، خلاف مذهبي إخوانجي داعشي يدعم النظام السعودي ضدنا كما يدعم في سوريا والعراق وليبيا، ليس بيننا وبين النظام السعودي أي خلاف. إذا كانوا يدعون أننا شيعة، إحنا لسنا شيعة، نحن زيدية سنة، افهموا نحن زيدية سنة، وليس عيب في الشيعة، مذاهب متعارف عليها، 5 مذاهب متعارف عليها في العالم الإسلامي، لماذا هذا التعصب؟ بأي حق؟ بأي حق تتعصبون على تعصب مذهبي؟ نحن لا توجد لنا علاقة مع إيران، علاقات تقليدية عادية، وإذا كان هناك علاقات خاصة بين الإخوان في أنصار الله وإيران طبيعي وليش لا، لكن علاقات عسكرية لا توجد، علاقات اقتصادية لا توجد، علاقات سياسية لا توجد، هناك ربما تغطية إعلامية من القنوات الفضائية الإيرانية لما يجري في اليمن بدون تنسيق وبدون تفاهم، تعاطف من قبل الشعب الإيراني، شعب كبير وشعب إيراني إسلامي، لسنا نتن له إلا كل المودة والاحترام، ولكن اتهامات باطلة وتقرروا بوسائل إعلامكم على عامة الناس انه علاقات بين ايران واليمن ويستهدفون النظام السعودي، ما حد يستهدفكم، ليش؟ ما تستحقوا حد يستهدفكم، لا تستحقوا الاستهداف، عندكم مال تلعبون به كما تريدون يا اخوان. حسن الجوار والتفاهم المباشر
بيننا وبينكم. إذا لكم حق نحن ننصاع إلى القانون الدولي.